أبلغك جلالة الملك برغبة إيقاف إطلاق النار. الإسرائيليين في وقف إطلاق النار، ماذا كان ردك؟ ردي كان القصف الشديد عليهم. وأنت شعرت إن المعركة الآن شعرت بدأت إنه تفتك؟ الميزان بجانبي الآن. علينا استثمار الفوز، يعني نقصف ما يمكن قصفه، ويعني أفسدنا عليهم إخلاء الخسائر. ولو كان ما لوجدنا ولا دبابة الأرض، لأن اليهود يهتموا في إخراج الموتى والآليات في كل معركة حتى لا يبين خسائرهم، خاصة الضحايا. ولذلك هم يطالبون من وقت لآخر باتصالات عن جثة فقدت الكرامة. يعني الآن حتى هذا الوقت لا زال هناك جثة لأحد الجنود قبل شهر الإسرائيليين؟ اتصلت معي القيادة تطلب مني معرفة الجثة، أو إذا كان هناك جثة في دبابة معينة، ومرسلين لي رقم الدبابة، صورة الدبابة، ورقم الشخص تبع الدبابة. قلت لهم والله أنا ما حفرت، أنا مش حفار قبور، أنا قاتلت، أنا لا أعرف وين راح. وطبعا طلبوا مني أيضا مقابلتي، يظهر هم من الإسرائيليين، رفضت رفضا قاطعا، قلت لهم لا. كيف سارت المعركة من 11 قبل الظهر إلى الثامنة طبعا مساء؟ رماية متقطعة، خف القصف، خف المواجهة الأرضية، ولكن الطيران ظل مستمر للساعة 8 بالليل. هل تعتقد أن استمرار هجمات الطيران كانت لتغطية الانسحاب الإسرائيلي؟ لتغطية الانسحاب، لتعطى مجال لتغطية الخلاء الخسائر. ماذا كانت النتيجة في نهاية المعركة؟ كيف اتخذ قرار وقف إطلاق النار في الثامنة مساء؟ هم انتهوا لحالهم، انتهوا من ما الضرب؟ بيخاف، هم واعتبروا وقف إطلاق النار وانسحبوا على طول، وانتهى القصف، انتهت المعركة. أنتم لم تتقدموا؟ لا، ما نتقدمنا، لم يكن في خطتكم التقدم؟ ما في عندنا إمكانيات، لأنه نحن لا يوجد عندنا غطاء جوي بأي حال من الأحوال. لم تدخل القوات الجوية الأردنية ما فيش لأي قوات طائرة؟ كما تعلم، لا قوات جوية أردنية ولا سورية ولا مصرية، وكنا يعني مدمرين، كنا غطاء جوي إسرائيلي قوي، قوي جدا، هجوم أرضي، مدرعات قوي، قوي مدفعية، صواريخ، مدفعية، لذلك قاتل وأنتم فقط في مواقع فقط. أرضية للدفاع. يعني أنا سألني هذا السؤال القائد الباكستاني عندما زارني، طبعا احنا نستعين فيهم لأنهم أصدقاء لنا، قال لي شو الغطاء الجوي اللي عندك؟ قلت له شيء، قال لي مش معقول، قال لي شو الأنتي تانك، أنتي ايركرافت، ضد قلت له لا الطائرات. شيء، كمان 12 مدفع، لم يكن لديكم شيء ضد 12 الطائرات؟ مدفع عندي فقط، لم يكن هناك صواريخ ولا أي شيء صواريخ لا، استخدمتوه؟ عبارة عن مدافع عادية، وبها أسقطنا 7 دبابات سبع طيارات، طائرات، نعم. ودحرنا القوات المعادية. يعني كان الحقيقة كان تصميم الصمود. أنت هنا بتعبر عن أن الجندي العربي المسلم إذا أتيحت له الفرصة للدخول في معركة بشكل حتى لو ما كان متساوي، يعني حتى لو ما كان متوازن، يبدع. أنت تقديرك للقوات الإسرائيلية مقابل قواتكم أنها كانت واحد إلى إلى خمسة، واحد إلى إلى خمسة. لو أخذنا الجو إلى خمسة وأكثر. نعم، سعادة الفريق، هل قمتم بعملية مسح لخسائر القوات الإسرائيلية بعد المعركة، سيد وقدرتوا تعرفوا الخسائر الأرقام بالضبط؟ حسب مثلنا من المعلومات الخارج، ومن أيضا أهلنا في الضفة الغربية، قدرت بحال 1200 قتيل وجريح يهودي يعني إسرائيلي. تقريبا 10 أضعاف نعم، ضحايا الجيش الأردني. نعم، وحوالي 400 آلية مدمرة، قسم تدمير. 400 آلية نعم مدمرة؟ نعم على يعني هذا قسمها، يعكس أن عدد الآليات نعم، التي شاركت، عدد كبير. أنتوا أحصيتوا كم آلية على أرض المعركة؟ والله أعتقد مش أقل من 100 آلية على المعركة، في داخل المعركة اللي أنتوا صغرى. أحصيتوها، نعم نعم لكن والباقي تم إخلاؤه بواسطة اليهود، لأن الإسرائيليين كما تعلم دائما يخلوا خسائرهم من الأشخاص ومن الآليات. هل بقيت جثث لم يأخذها الإسرائيليين أو لم بقى يأخذها؟ أظن واحد المفقود اللي قلت لك عنها قبل شوية، نعم. وواحدة كانت في الدبابة الموضوع في سلاسل، كان مربوط داخل كان الدبابة مربوط في بسلاسل، السلاسل معكوس. نعم، بحيث أنه حتى ما استطاعش استطاع يخرج منها أو ما هم يخرج منها، يأخذوه. وظل محروق فيها، وتسلمت الجثة هاي إلى إسرائيل. طبعا شعوركم إيه في نهاية المعركة؟ يعني بعد الساعة 8 مساء طبعا اتضح انا بدي المخيب. اذكر لك انه الخسائر حوالي 1200 مثل ما قلت لك. وقد قالت احد الصحف الرئيسيه في الغربيه ان ما خسرته اسرائيل
في معركة الكرامة يساوي ما خسرته على 3 جبهات العربية في حرب 67. هذا فخر إلى هذه المعركة القصيرة، رغم أنها مدتها كانت 18 ساعة، حوالي 18 ساعة نعم. وهي محدودة الموقع ومحدودة القوات.